القرى الأولى والمحطة الأولى. المحطة الثانية قوة أمير المؤمنين سلام الله عليه في فترة الصبا. أنا أنتظر من الشاب أني أنا أشوفه عنده قوة ومتمرن وعنده ممارسة إذا وصل إلى درجة إلى سن المراهقة وفترة الشباب. لكن ما أترقب أنا من طفل عمره 3 سنوات أو سنتين أنه يكون في قوة الرجال، أصلا هذا تكليف بما لا يطاق. بينما قوة علي بن أبي طالب عليه السلام ظهرت وهو لا زال طفلا صغيرا. غريب من تجي، يعني أنا ما أجيب لك روايات اللي هي يمكن تقول مبالغات، لا، التي حققها المحققون. أكو كتاب تقريبا فوق 50 مجلد اسمه الصحيح من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لآية الله السيد جعفر مرتضى العاملي، أحد المحققين المهمين. عند الصحيح من سيرة رسول الله، عند الصحيح من سيرة أمير المؤمنين، عند الصحيح من سيرة الإمام الحسين، وهو مصدر مهم. كتب في سيرة أمير في تحقيق سيرة أمير المؤمنين، مو في كمال السيرة، في تحقيق السيرة، في أكثر من 50 مجلد من الولادة إلى الشهادة. من يجي إلى قوة أمير المؤمنين يذكر هالصور، واحدة منها علي بعد ابن 2 3 سنوات كان يأخذ الرجل من بطنه فيرفعه بيده ويجلده إلى الأرض. يذكر السيد جعفر مرتضى العاملي بأنه كان يلحق الحصان فيتجاوز الحصان ثم يدفعه بيده فيوقف الحصان مكانه. يهمني أنا شنو هذه القضية اللي أذكرها إليك التي تعكس لك قوة علي بن أبي طالب، مو قلع باب خيبر على عظمتها الحادثة، لا، أبين لك علي وهو طفل كيف كانت قوته. هكذا ورد: كان يأخذ من رأس الجبال حجرا. إذا يريدون يشوفون قوة علي أي قد بلغت هالطفل هذا، يرسلون إلى جبل أبي قبيس فيقتلع حجرا ويأتي به على يد واحدة، وقد احتمله بيد واحدة. شلون حمله إلى باب خيبر؟ هذه إذا قريناها قصص أمير المؤمنين ما قبل خيبر ما نتفاجأ من خيبر. ثم ينزل من على الجبل، خلي أذكر لك نص العبارة: كان يأخذ من رأس الجبال حجرا ويحمله بفرد يده، يعني بيد واحدة، ثم يضعه بين الناس، اسمع، فلا يقدر الرجل والرجلان والثلاثة على تحريكه. مو يشيلونه، يحركونه بس شوية، 3 رجال ما يقدرون، وأمير المؤمنين بن 2 3 سنوات إجا شايل الحجر على يد واحد. حتى أن أبا جهل شاف هذا الموقف من أمير المؤمنين سلام الله عليه فتخوف من علي بن أبي طالب، قال هذا الآن في الصغر، لين كبر ايش بيسوي؟ فلهذا نظم أبو جهل في أمير المؤمنين. هذا تتفاجأ، أبو جهل اللي يعادي النبي ويعادي الإسلام، ولا النبي صلى الله عليه وآله قبل يومين يقول إن لكل نبي فرعون وفرعون هذه الأمة أبو جهل، اللهم عليك بأبي جهل، عند شعر في مدح علي بن أبي طالب. أبو جهل ما سوى شعر في النبي، لكن سوى شعر في علي بن أبي طالب. اسمع أبيات أبي جهل، يقول: يا أهل مكة، إن الذبح عندكم، هذا علي الذي قد جل في النظر، ما إن له مشبهة في الناس قاطبة، كأنه النار ترمي الخلق بالشرر، كونوا على حذر منه، فإن له يوما سيظهره في البدو والحضر. يقول: لا تشوفون الآن طفل، شوفوا ايش راح يسوي من يكبر. وفعلا هذا علي، والأحاديث باسمه ترتل آية الحمد 7 مثانية.